التقرير يتحدث عن فريق الشباب غدا عنده مباراة آسيوية مهمة، ونشوف تقديم لهذه المباراة. عودة المجد الآسيوي للكرة السعودية، وأنظار محبي كرة القدم تتجه إلى أراضي الساموراي غدا الأربعاء، حيث يحل أحد ممثلي كرتنا السعودية الشباب ضيفا على كاشويا ريسول الياباني في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا. سلسلة من المعسكرات والتجهيزات مر بها الفريق الشبابي، والتي بدأها في بلجيكا واختتمها مؤخرا في كوريا الجنوبية. الليث أعد العدة لهذا اللقاء ترقبا لانطلاق ساعة الصفر على ملعب استاد هياتشي في العاصمة اليابانية طوكيو. الإدارة الشبابية عززت صفوف فريقها بجلبها المهاجم نايف هزازي ومهاجم برازيلي والكولومبي توريس، أسلحة هجومية يمتلكها البلجيك برودوم للخروج بنتيجة إيجابية من هذا المعترك الآسيوي والعودة إلى أرض الوطن وخوض مباراة الإياب، والتي سيتقدم من خلالها خطوة إلى الأمام نحو دور نصف النهائي الآسيوي. تمنياتنا لممثلينا الشباب والأهلي، وبالتوفيق لعودة أمجاد آسيوية للأندية السعودية غابت عنها 8 سنوات. أبدأ معك أبو سليمان، مباراة الشباب بكرة في يعني على قدر الثقة في اللاعبين، لكن في خوف أنه مباراة جاي بداية موسم. نعم، أول شيء الشباب لعب 7 مباريات ودية طبعا في تحضيره، 3 في الأمارات وواحدة في كوريا وثلاثة مع النصر والهلال والفيصلي. لكن هذه ما هي مشجعة، على اعتبار أن المباريات الرسمية دائما هي الرتم الحقيقي لقياس اللاعبين. الآن اليابان لاعبين بادين في الدور الثاني وحنا لسه ما بدينا، وبالتالي هذه قد تحدث فارق كبير جدا في صالح طبعاً. اليابانيين، هذه واحد. ثانيا، اليابان أنهى الدور الأول ترتيبه 7، لعب 4 مباريات في الدور الثاني، تراجع إلى 11. بس مدربهم صرح، وهذه تخوف، مدربهم ورئيس النادي صرحوا أنه حنا أساسا السنة هذه مركزين على الآسيوي مهملين الدوري، وهذا الصح اللي يجب أن يكون، دائما تركز على مسابقة واحدة. هذه تخوف كثيرا، يعني كثير منهم يشوف ترتيبه في الدوري يعتقد أنه سهل، هذا مو سهل أبدا. بكرة ممكن نشوف واحد لا يعبر تماما عن مركز 11 في الدوري، مركزه في الدوري بالتأكيد، بالتأكيد راح ترى ذلك بناء على تصريحهم أنه مهنا مركزين على البطولة الآسيوية، مركزنا على الدوري نهائي السنة هذه، لا نريد الدوري ولا أيا كانت نتيجتنا، احنا نركز على البطولة الآسيوية. راح طبعا الشباب احتياطا مع المباراة الودية هذه، راح قبل أسبوع طبعا معسكر لكوريا، راح في 13 أغسطس، لعب مباراة واحدة في كوريا، الجو كان في كوريا حار الحقيقة والرطوبة عالية جدا وقد يكون يعني ضايقتهم شوي. انتقلوا اليابان البارحة وامس، اليابان أخف درجة حرارة 35 تقريبا والرطوبة خفيفة، ولهم يومين مطر ما شاء الله، الجو يعني مساعد. نتمنى إن شاء الله تعالى بكرة انهم على اقل تقدير يخرجون بتعادل ايجابي. لحد يعني خايف على الشباب بكره؟ والله خايف، بالتاكيد خايف، اي مباراه بكون خايف فيها على الشباب، وخايفين على الاهلي نفس الشيء، لازم نخاف في الوقت هذا، حرج جدا والهذه قويه جدا. يقول الفريق الياباني عد الدور الاول، خلص الدور الاول. اي حقيقه، بس قبل ما اتكلم عن مشاركه الاهلي والشباب، زميلنا ياسر مسحل الاستاذ ياسر وطبعا المدير التنفيذي استلم مهامه من بدايه رمضان، مدير تنفيذي لرابطه الدوري المحترفين، رجل ممتازه، وطبعا ما ابغى يعني هو اضافه وقدره بالتأكيد. شبابيه سعوديه صحيح. باذن الواحد الاحد متفائل، لانه يعني من الخطوات الاولى تحس انه الرجل راح يقدم شيء كبير للرابطه وللرياضه السعوديه. صحح لي معلومه، انا تحمست مع الاهلي والنصر وافتتاحيه جميل، وانه بيكون في، انا قلت في يوم 28، هو 28 موعد اجتماع الرابطه، يلا فرصه يعني موعد اجتماع رابطه المحترف حيكون ان شاء الله ضيبه النادي الاهلي، لكن يوم 31 هو موعد مباراه الاهلي والنصر. تصحيح معلومه. بالنسبه للشباب، زي ما يعاني الفريق الياباني الدور الثاني الان، انا سمعت او من خلال الاذاعه تصريح المدرب الاهلي
طبعا مترجم للغة قوية، فكان يقول أنا خايف من الفريق الكوري لأنه الآن برضو انتصف الدوري عندهم ومهما كان، يعني انتقد الإعداد إلى حد ما أو أنه مو مقنع الإعداد كان في الطائف، لكن هالفوارق هذه طبعا احنا زي ما تفضل أبو سليمان لما نرجع بالتعادل مباراة في اليابان أنا أعتبره مكسب ظل هالظروف، كان فريق ما دخل مباراة رسمية. الأهلي بإذن واحد الأحد بوجود العناصر الموجودة والدعم الجماهير، طالما المباراة في مكة في الشرائع جمهور الأهلي بيده يعني بعد الله سبحانه وتعالى 50% من الفوز، يجب أن يعني نقلص هالفوارق الفنية واللياقية بحضور جماهير يدعم النادي الأهلي، وجماهير الأهلي مو بحاجة للدعوة. أتمنى إن شاء الله أن يكون نتائج إيجابية ولا نستعجل ولا نندفع حتى نظفر بالنتيجة مقنعة. كوري إف سي سيول كوري هذا آخر خمس مباريات لم آخر سبع مباريات لم يهزم، هذا اللي لعب مع الاتحاد قبل ثلاث سنوات وخسر 2-0، لكن آخر سبع مباريات لم يهزم.